على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا رد على الداعية صالح بن عواد المغامسي إمام مسجد قباء، والرد على المخالفين أصل من أصول الدين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى في الجزء 28، قال رحمه الله: وأما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الرد عليه علانية ولم تبق له غيبة بعد ذلك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي القرآن: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذا دين نتقرب به إلى ربنا رب العالمين، ولا مجاملة ولا مداهنة في دين الإسلام لأحد، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وهذا الرجل المغامسي قد ضلل المسلمين إلا من رحم الله تبارك وتعالى، ونشر بينهم الضلالات، وأثنى على أهل الشرك وأهل البدع وأهل الكفر، كما ستسمعون الآن موثقا من كلامه صورة وصوتا بإذن الله سبحانه وتعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا. النقطة الأولى: الداعية المغامسي يقول حينما سئل في برنامج تلفزيوني عن التصوف وهل هناك تصوف محمود، أجاب هداه الله إلى الصواب، قال: نعم، هناك تصوف محمود، يقينا في تصوف محمود، هكذا يقول بلهجته. وقال في المقطع الآخر حينما سئل عن التصوف المحمود، قال: هو صلاح المعتقد مع رقة القلب. بيان ما هو التصوف، هو قضية صلاح المعتقد مع رقة القلب والخشية والمحبة لله ولرسوله، وهذه بعض الفقهاء لا تصل عنده إلى الدرجة المطلوبة. يعني في تصوف محمود أنت تقول؟ نعم، في تصوف محمود، يقينا في تصوف محمود، وأنا أقول هذا بوضوح، أنا لا أدري شيئا أخفيه. يعني هذا علم شرعي يتعبد الله جل وعلا، يوجد تصوف محمود. أقول أن هناك تصوف ممدوح وتصوف مذموم. لا يا أخي، التصوف كله مبتدع، إذا أردت الحق فعليك بالسنة واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن نسأل المغامسي: أين الدليل على وجود التصوف في الدين؟ ناهيك أن يكون محمودا، ما هو الدليل؟ هل هناك آية من كتاب الله تعالى أمرنا الله فيها أن نكون صوفية؟ هل توجد؟ وأين هي وما هي؟ وهل هناك حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون صوفية أو تجانية أو سمانية أو قادرية أو نقشبندية إلى غيرها من الطرق الصوفية التي تنشر الشرك والبدع والضلال؟ الجواب: لا، بل العكس، نهى الله تبارك وتعالى عن التحزف في الدين وعن الانضمام إلى هذه الطرق والجماعات والأحزاب التي فرقت دين الله تعالى. قال الله تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال الرب تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة في الأهواء،
اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا يجوز الانضمام إلى الصوفية، ولا يجوز أن نتفرق كما فرقوا دين الإسلام هداهم الله. ثم إن الصوفية هم الذين نشروا الشرك ونشروا الكفر والإلحاد والبدع. قال الحسين بن منصور الحلاج في كتابه ديوان الحلاج، قال: ارتقيت إلى السماء فشاهدت ربي، فقلت له: من أنت؟ قال: أنت. وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، وادعاء للألوهية والربوبية، وأنه إله مع الله سبحانه وتعالى، وأنه اتحد مع الله سبحانه وتعالى. وأيضا قال قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في الكنيسة. وليس بعد هذا كفر ولا وراء هذا إلحاد. أما الطرق الصوفية الموجودة اليوم كلها وجميعها تدعو إلى الشرك وتدعو إلى الكفر الصريح، كما قال صاحب الطريقة البرهانية محمد عثمان عبد البرهاني في كتابه ديوان شراب الوصل، قال: أجود على أمي لترحم طفلها، فرحمة من في الكون من بعض رحمتي، جبريل ميكال إسراف عذراء، جنودي في التصريف هم تحت إمرتي، أنا الحق في الدنيا أنا الحق في اللقاء، إذا الأرض مدت والسماوات حقتي. فهو يدعي الألوهية مع الله سبحانه وتعالى. أما القادرية فيقولون كما في كتابهم الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، يقول شيخهم الذي كتب هذا الكتاب، يقول: أنا كنت مع إدريس لما ارتقى العلا، وأعطيت داود حلاوة نغمتي، أنا كنت مع إبراهيم ملقا بناره، وما برد النيران إلا بدعوتي، أنا الواحد، أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. ويقول البرعي قبحه الله في ديوانه رياض الجنة ونور الدجنة، قال: دعني أصاحب سادتي وأماشي رغما دوما على رغم الحسود الواشي، وأزورهم دوما طالبا بركاتهم، وأنا لديهم خاشي، ما مسني سوء وجئت رحابهم، إلا وعني ذاهب متلاشي، هم عدتي عند الشدائد كلها، هم موئل يروي لكل عطاش. ويقول أيضا البرعي في نفس هذا الديوان، قال: ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا، فما زال مسبولا على الناس ستركم، أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي، وألهث عطشانا وقد فاض بحركم، فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم، وأنتم عيال الله والأمر أمره، إذا شئتم شاء الإله، وأنكم تشاءون ما قد شاء لله دركم. وهنا البرعي يدعي أن هؤلاء رجال الغيب، أن هؤلاء رجال الغيب، وأنهم يعلمون الغيب. والرب تبارك وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وفي هذه الأبيات يدعي البرعي أن هؤلاء أي شيوخ الطرق الصوفية يشاءون قبل مشيئة الله عز وجل، وأن الأمر أمرهم وليس أمر الله. والله تبارك وتعالى يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكل هذا كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد قال الرب جل وعلا: ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين، ألا له الخلق والأمر فتبارك الله أحسن الخالقين. فعقائد الصوفية شرك بالله. العقائد التي نشرها الصوفية من أوائلهم كالحلاج ومحي الدين ابن عربي وغيرهم إلى أواخرهم البرعي والقادرية والسمانية والختمية والبرهانية والبرهامية إلى غيرها من الطرق الصوفية الموجودة اليوم على مستوى العالم، كلها تنشر الشرك والبدع. ومن أراد دليلا من واقعهم المشاهد في الأرض، عليه أن ينظر إلى حالهم في تلك القباب والأضرحة التي شيدوها معابد وأوثانا وأصناما
لعبادة غير الله سبحانه وتعالى، ومع هذا كله يثني عليهم هذا المغامسي ويقول هناك تصوف محمود. أين هو وما هو وأين يوجد ومتى وجد؟ كل التصوف باطل، وإليك فتاوى العلماء. فهذه فتوى العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. وأنا أقول هذا بوضوح، أنا لا أدري شيئا أخفيه. يعني هذا علم شرعي يتعبد الله جل وعلا. يوجد تصوف محمود؟ أقول أن هناك تصوف ممدوح وتصوف مذموم. لا يا أخي، التصوف كله مبتدع. إذا أردت الحق فعليك بالسنة واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.